بجد تحيه بحضراتكم مره تانية، وبرحب بضيف اللي مشرفني النهارده الكابتن احمد اشرف، لاعب فريق 2001. وزي ما بقول لحضراتكم احمد اشرف من اللاعبين المميزين داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وكمان منضم مع الكابتن ربيع ياسين مع منتخب 2001. لكن للاسف زي ما بقول لحضراتكم جات له اصابه قويه في مباراه بيراميدز اللي ذيعناها هنا على شاشه قناه النادي الاهلي، وكمان احرز هدف فيها رائع جدا، لكن عين الحسود للاسف يعني جت في احمد اشرف وجات له اصابه رباط صليبي. ان شاء الله بنتمنى له انه يرجع ويكون اقوى وافضل من الاول. شرفنا منورنا ابو حميد. في البدايه طبعا برحب بحضرتك وبرحب بكل الساده المشاهدين. مبسوط طبعا ان انا موجود في قناه الاهلي، وشرف كبير ليا طبعا ان انا ابقى متواجد مع حضرتك. لا ده احنا اللي سعداء بيك ما شاء الله، يعني فنيا وانت لاعب ما شاء الله مميز، وكمان سلوكيا. قول لي بقى بدايتك مع النادي الاهلي جت ازاي؟ انا بدايتي انا دي 10 سنه ليا في النادي الاهلي. 10 سنه اه ما شاء الله. انت عندك كام سنه دلوقتي؟ انا 18. 18 يعني انت وانت عندك 8 سنين. تمام اه. ابتديت الحمد لله من الاكاديميه في الاول خالص، كان مع كابتن عبد النبي عاشور. كانوا بيعملوا في الاول كده نظام منتخب الاكاديميات، بيجمعوا اللعبه المميزه من كل فروع في الاكاديميه ويعملوا منهم منتخب. فكنت 2001 لسه ما اتكونتش، فكان كابتن امين عرابي كان ساعتها مدير مدرسه الناشئين، تصعدني معاه الحمد لله في مواليد 2000، ما كانش لسه فرقتي اتعملت. قعدت موسم كامل مع فريق مواليد 2000. طيب وانت بتكمل واحنا معروض دلوقتي معانا على الشاشه ده هدفك في مباراه بيراميدز، واحنا كنا بنذاع هنا على شاشه قناه النادي الاهلي. يعني بص دي من احلى الاهداف اللي انا شفتها صراحه في قطاع الناشئين. انت كمان لاعب اشول، جبت الهدف برجليك اليمين. لا هي دي طبعا انا من صغري متعود على كده، مفيش لعيب برجل واحده. بمرن نفسي دايما الحمد لله اليمين تبقى زي الشمال. كل اللي بعمله بالشمال دايما متعود بعمله في اليمين. فمتعود عليها من صغري فبقت حاجه طبيعيه يعني. فبالنسبه لك كانت سهله بالظبط. كانها رجل الشمال، مفيش اي فيها مشكله خالص. طيب هاخدك بقى لبداياتك، وانت بتقولي ان انا كنت موجود في اكاديميه النادي الاهلي وكان موجود الكابتن عبد النبي عاشور. مين بقى العين اللي شافتك ورشحتك انك انت تطلع من الاكاديميه تنتقل بقى للقطاع الناشئ بالنادي الاهلي؟ كان كابتن عبد النبي عاشور زي ما قلت لحضرتك، وكان كابتن امين عرابي. كابتن امين عرابي. كنت الاول ما كانش في فرقه 2001 في قطاع الناشئين. كانت اصغر سن اصغر فرقه موجوده مواليد 2000. طلعت مع مواليد 2000، كان ماسكها كابتن محمد شرف. قعدت معاه موسم كامل لغايه الموسم اللي بعديه فرقه 2001 اتكونت، ونزلت بقى مع الفرقه ومن ساعتها الحمد لله مكمل. طيب عايز بقى اخد مشوارك بقى، انت ابتديت الاول زي ما قلت مع الكابتن امين عرابي. تمام. بعد كده مع الكابتن محمد شرف. بعد كده انتقلت لمين المدربين اللي تولوا احمد اشرف داخل قطاع الناشئين؟ انا اتمرنت مع كابتن عصام صلاح. عصام صلاح مع كابتن اسامه عباس. مع كابتن ياسر محمدين، كابتن احمد جمال، كابتن محمد شرف. كان من حسن حظي طبعا ان اتمرنت معاه ثلاث سنين، اخر ثلاث سنين اللي فاتوا. نسي الكابتن محمد شرف فريق 2001 ثلاث سنين. تمام عمل معنا طبعا انجاز كبير جدا. في الثلاث سنين خسرنا بطوله واحده بس. الموسم اللي فات طبعا عملنا انجاز، كان دوري لا هزيمه ما شاء الله الحمد لله. طبعا السنه اللي فاتت مفيش ولا هزيمه ولا هزيمه، مخلصين البطوله قبل ما بتخلص بست اسابيع، فرق 25 بونت عن المركز الثاني. فكنا اعلى نسبه تهديف، اقل فرقه دخل فينا اجوان، فكان انجاز طبعا تاريخ. ما شاء الله. لو كمان السنه دي كمان على السنه دي طبعا الحمد لله محققين ارقام كبيره طبعًا جدا مع الحمد لله. احنا ان شاء الله النهارده في مباراه دلوقتي ان شاء الله ربنا يكرمنا، لو كسبنا نحسم فيها البطوله. هتبقى برضه قبل النهايه بست اسابيع. تمام. المحطه الاخيره كابتن احمد سراج. تمام. قول لي بقى يعني كابتن احمد سراج وازاي بيتعامل معاكوا كلاعبين، يعني خاصه ان الكابتن احمد سراج كمان من المدربين اللي دايما تلاقيه واقف على الخط وبيقعد يتكلم ويشجع ويحمس. لا هو طبعا كابتن احمد سراج من المدربين الكويسين جدا. احنا في طبعا نقطه اتربينا عليها في النادي الاهلي ان انت لازم تكسب، ما في التعادل بالنسبه لك خساره. دايما كل مباراه عندنا عايزين نكسب، عايزين نثبت نفسنا، عايزين نوري الناس. وطبعا النادي الاهلي المركز الاول. طب يعني غير كده تبقى المركز الاخير. المدربين فعلا بيتكلموا معاكوا، وكابتن فتحي مبروك وكل رؤساء قطاعات الناشئين قبل كده دايما بيكلموكوا وبيعلموكوا ان احنا دايما في النادي الاهلي النادي الاهلي رقم واحد، الثاني بالنسبه لنا زي الاخير. فعلا بيغرزوا في كل حاجه بالظبط. طبعا دي مبادئ وقيم طبعا النادي الاهلي ماشي عليها. رئيس قطاع ناشئين بيجي، رئيس قطاع ناشئين بيتبدل، مدرب يمسكك السنه دي الموسم اللي بعده يمسك مدرب ثاني. الفكر واحد، نفس النظام هو السيستم واحد ما بيتغيرش. معانا الكابتن احمد سراج دلوقتي، يعني دلوقتي على الشاشه دلوقتي اهوت،
يعني قول لي بقى يعني ابرز التعليمات او الحاجات اللي اتعلمها احمد اشرف من الكابتن احمد سراج. وطبعا كابتن احمد سراج اهم حاجه عنده ان انت تبقى راجل في الملعب. الروح عنده قبل اي حاجه. تمام. دي يعني النقطه الاكتر نقطه بياكد علينا فيها دايما يعني. الشخصيه ما هي دي دايما اللي بتميز النادي الاهلي. طبعا. ممكن اكون وحش في مباراه بس بتعرف تكسب. يعني انا بس قبل ما اروح لنقطه كابتن احمد سراج، الهدف ده من الاهداف الحلوه. انا يعني لو انت لعبها بايدك مش هتجيبها كده. انت كمان مش بتشوطها كمان يعني اي حاجه، لازم انت بتشوطها وبتوجهها وفي زاويه كمان صعبه لحارس المرمى. عايزك يعني تكلمني عن الهدف ده يا ابو حميد. هو طبعا يا كابتن في الاول هي كانت كره طويله. غيرت اتجاهها، انا توقعت ان هي هتروح في المكان ده من بدايه الهجمه خالص. لقيت فرصه ان انا اشوط، في نفس الوقت الحارس مش واخد الاستعداد. يعني في عنصر مفاجاه. بالظبط، عنصر مفاجاه ما حدش يتوقع خالص ان في اللحظه دي ان انا هشوط الكوره. فانا يا دوب الكوره نزلت على يميني، رحت شفت الزاويه البعيده، وجهت في الزاويه البعيده والحمد لله ربنا كرمني فيها. طبعا ربنا وفقني فيها. خلي بالك انا 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 في هدف زي ده قريب منه جبته في الدوري الممتاز، كان امام الاتحاد السكندري في ملعب الاتحاد السكندري، والمباراه دي انتهت على ما اعتقد يعني مش 4-0. كان هدف مشابه زي ده، فده من الاهداف الحلوه فعلا ان انا يعني بحييك عليها. عايزك بقى تقول لي الجهاز الفني بتاعكم ايه؟ احنا كابتن احمد سراج مدير فني، معاه كابتن زكريا حسين، كابتن ممدوح عبيد المدربين المساعدين، معانا كابتن محمد راشد الاداري، معانا دكتور محمد حكيم طبيب الفريق، معانا دكتور محمد ناجح الاخصائي التدريب الاصابات والعلاج الطبيعي، والكابتن اسامه فتاح معدا بدنيا، وكابتن احمد ابراهيم مدرب حراس مرمى. تمام. وانت بقى وانت بتقول لي اتعلمت من الكابتن احمد سراجه ودايما بيغرس فيكم الروح دايما والقتال داخل الملعب والمكسب، اشتغلت مع كابتن محمد شرف يعني فترات كبيره، ايه اللي اضافه كابتن محمد شرف برضه لاحمد اشرف؟ انا كابتن محمد شرف يعني اضاف ليا كتير جدا في حياتي. سواء داخل الملعب او خارج خارج الملعب. اتعلمت منه كتير، طور من مستواي جامد جدا، اعاد اكتشافي من جديد مره اخرى. كان بيشتغل على النواقص اللي عندي، دايما بيتكلم معايا على النواقص. وقدر يطورني كويس جدا الفتره اللي فاتت. الحمد لله ربنا كرمني وصعدت فريق اول. وربنا كرمني في المنتخب دلوقتي الحمد لله يعني. تمام. عايز اخدك بقى للنتائج ما شاء الله اللي انتم محققينها السنه دي، يعني محققين نتائج صراحه يعني مبهره. 2001 فاز في 21 مباراه، تعادل في 6 مباريات، هي هزيمه وحيده ممكن من 5-6 سنين مثلا. مظبوط. ما شاء الله نتائج، مسجلين 73 هدف، اقوى خط هجوم، و13 هدف يعني تلقيتهم شباك فريق 2001، اقوى خط دفاع. عايز بقى اتكلم عن الارقام دي والنتائج ما شاء الله انتم حققينها السنه دي. ما انا قلت لحضرتك في البدايه ده اللي احنا اتعودنا عليه في النادي الاهلي. اتعودنا على المكسب، جبت واحد تبص للثاني تبص للثالث ما بنزهقش ابدا. طبيعي ان انت في النادي الاهلي احسن لعيبه في مصر موجودين في السن دوت. طبيعي كلنا بنكمل بعض طبعا، فطبيعي يعني حاجه مش غريبه يعني على النادي الاهلي. تمام. لعبتوا الزمالك قبل كده طبعا. احنا لعبناهم الدور الاول، كان عندهم كسبنا 2-0. 2-0. بس لا انتوا بقالكم كذا سنه بتلعبوا الزمالك. لعبناهم الحمد لله بتاع 4 ماتشات كسبناهم كلهم. قولوا لي في العدد 8 مباريات، يعني جيل 2001 لاعب الزمالك ما شاء الله 8 لقاءات في السنوات الماضيه كلها فوز الحمد لله. حتى ما تعادلناش خالص، مفيش تعادل حتى ولا هزيمه خالص. ما شاء الله حاجه يعني تحصل. طبعا حاجه تربينا عليها في النادي الاهلي يعني. ارقام قياسيه، وان شاء الله كمان المباراه الثانيه اللي هتكون عندنا في شهر 4 الشهر اللي جاي هنزلها لكم ان شاء الله على الهواء مباشره على شاشه قناه النادي الاهلي، وهنعمل لكم ان شاء الله شغل يعني يليق بالنتائج فعلا. 2001. عايزك بقى تكلمنا عن اللعيبه الموجوده داخل 2001 زي عبد الوهاب علي بقى، بنتكلم عن محمد اشرف الباك ليفت، قول لي بقى عن اللعيبه. شادي رضوان طبعا اللي راجع بقاله فتره من الاصابه. لا هو طبعا 2001 من اميز الفرق في القطاع، فيها لعيبه كتيره جدا مميزه، فينا الحمد لله عدد كبير جدا في المنتخب. مش هتكلم على فرد يعني، احنا ال 25 لاعب لو حضرتك بصيت كلهم احسن من بعض. وده كل اسماء اللعيبه حابب يعني 2001 خلاص دلوقتي ما شاء الله بعد ما زعنا مباريات بدات الناس تحفظ اسماء. يعني بدات تعرف عربي بدر، احمد اشرف بدات تعرف، محمد اشرف، عاصم سليم، وحمزه علاء، يعني بدات عبد الوهاب علي، يعني بدات الناس. عايزك تقول لي الاسماء الموجوده داخل 2001. لا والله يا كابتن كله، والله كل ال 25 لاعب موجودين بالاثنين حراس مرمى. احنا عندنا مفيش لاعب اساسي ولاعب بديل. كله بيلعب على طول، كله رجله في الملعب، حتى من اول اثنين حراس مرمى ده ماتش وده ماتش، فلا اللعيبه كلها بصراحه يعني. تمام. شفت انت مباراه كنت موجود في الملعب مباراه الانبي السابقه اللي انتوا كسبتوا فيها 7-0. كسبتوا انبي قبل كده 7-0؟
احنا لا اول مره. اول مره. اه طيب شفت المباراه دي ازاي بقى، خاصه يعني انبي كمان يعني من قطاعات الناشئين القويه ومن الفرق القويه دايما اللي بتنافس الاهلي، فالنهارده انك تكسب انبي 7-0 دي يعني ما شاء الله نتيجه كبيره. لا طبعا فريق انبي فريق محترم، قطاع الناشئين كله في انبي في لعيبه كويسه، في عناصر مميزه جدا، بس زي ما قلت لحضرتك النادي الاهلي طبعا حاجه تانية عن تختلف عن بقيه الفرق. اللعيبه الحمد لله كانوا ماشيين بشكل كويس، اللعيبه كلها كانت فايقه، طبعا قدمنا اداء وربنا كرمنا بالنتيجه في الاخر. انت لو انت تستحقوا فعلا يعني المكانه اللي انتوا فيها ك 2001. عايز اخدك بقى لمنتخب مصر، ما شاء الله انت من اللاعبين المميزين اللي بتقدم كره حلوه مع فريق 2001. عايز بقى اتكلم عن منتخب مصر وكابتن ربيع ياسين، انت انضميت لمنتخب مصر اشرف. الحمد لله. لا هو طبعا في البدايه شرف لاي لاعب انه يمثل منتخب بلده. المنتخب طبعا ان شاء الله هنعمل حاجه مشرفه، في عناصر مميزه جدا. ان شاء الله نقدر نكسب بطوله افريقيا. طبعا لما يكون كمان معاك المدير الفني كابتن ربيع ياسين، خبرات عاليه جدا، لاعب مثل منتخب بلده في كاس العالم 90، كمان ليه تجربه سابقه مع منتخبات الشباب، حقق كده بالظبط خد كاس مع فريق الشباب قبل كده ووصلوا كاس عالم، اخرها منتخب 93 فاز بالبطوله ووصل كاس عالم وقدم جيل لمصر، طبعا لعيبه كلها ما شاء الله مكسره الدنيا، كرامي ربيعه وصالح جمعه مسعد عوض، يعني مش عايز انسى الاسماء، لكن احمد حسن كوكا لا قدم طبعا لعيبه كتيره وكلها دلوقتي بتمثل منتخب مصر الفريق الاول يعني. تمام، قول لي بقى يعني النهارده اول مباراه رسميه ان شاء الله المنتخب 2001 انت. اول مباراه رسميه هيبقى في التصفيات الاول سنه 2020 شهر 5 2020. ما انا عايز اخدك بقى، احنا النهارده لسه في 2019. انت يعني يعني للاسف جات لك اصابه قويه، ان شاء الله انت تعمل عمليه امتى الاول؟ انا ان شاء الله في خلال الاسبوع اللي جاي ده. الاسبوع اللي جاي الدكتور احمد عبد العزيز ان شاء الله هيحدد الميعاد، عندي ميعاد مع بكره هيحدد الميعاد ان شاء الله الاسبوع. النادي الاهلي رتب لك كل الامور العمليه والاجراءات. بصراحه يعني اشكر الناس طبعا في النادي الاهلي، كابتن فتحي مبروك، كابتن اكرامي، كابتن هشام حنفي، الناس ما تاخرتش عليا خالص، الورق كله خلص في ساعتها، ما حصلش اي مشاكل ولا اي حاجه خالص. ما حدش اتكلم معاك ولا قال لك ناخر العمليه ولا لا 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 خالص خالص بصراحه، يعني هو دلوقتي الدنيا متوقفه على الدكتور بس هيحدد الميعاد وان شاء الله كل حاجه جاهزه يعني. ودي فعلا يعني رساله مهمه من ناشئ صغير داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، بيقول ان النادي الاهلي وقت ما جالي رباط الصليبي او العمليه النادي الاهلي ما تاخرش عنه، هو ده دايما النادي الاهلي ما بيتاخرش عن ابنائه، وانت داخل قطاع الناشئين او حتى لو انت خرجت او رحت مكان عمر النادي الاهلي ما بيتاخر عن ولاده داخل النادي الاهلي او خارج النادي الاهلي. وانا شخصيا ليا تجربه، كنت في احدى المحافظات وانا كنت بعمل داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي في الاختبارات، وكان في ولد لسه احنا بنختبره ممكن ناخده ممكن ما ناخدوش، جات له اصابه قويه جدا كسر، النادي الاهلي اهتم بيه وداه المستشفى وتابع معاه وتم عمل اللازم ليه، فالنادي الاهلي يعني ما بيتاخرش عن اي حد سواء من ولاده او حتى من ولاده اللي خرجوا من النادي الاهلي. اتفضل يا ابو حميد. هو ده طبعا اللي اتلوند عليه في النادي الاهلي، دايما بيقف جنب ولاده في الشده قبل الاوقات الكويسه، فلا يعني حاجه طبيعيه على النادي الاهلي مش حاجه جديده يعني. طيب في تجربه مهمه جدا، ناصر ماهر. ناصر ماهر طبعا ما شاء الله دلوقتي متالق مع الفريق الاول بالنادي الاهلي، وهو كان زيكم داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وكمان ناصر ماهر يعني جاله مش رباط صليبي واحد، ده جاله اثنين، يعني ده نموذج حي ومثال حي ليك طبعا، واحنا شايفين دلوقتي دي الاصابه، يعني انت دلوقتي يعني مش يعني يا دكروري بلاش نقلب المواجع على الراجل، يا دكروري يعني احنا بلاش نقلب المواجع على الراجل، هات له بقى اهداف وهات له حاجات حلوه، دكروري الراجل هيعمل العمليه الاسبوع اللي جاي. ماشي اوكي. لا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، طبعا خير طبعا ربنا ما يجيبش حاجه وحشه ابدا، اكيد في حاجه كويسه متشلالي. فلا الحمد لله يعني كله خير يعني الحمد لله. بالنسبه طبعا لناصر ماهر، وطبعا انا حضرته في الناشئين، هو طبعا الصوره اللي قدامي دلوقتي زي ما حضرتك قلت مر بتجربه اللي انا بمر بيها دلوقتي، وكانت اصعب مني كمان مش واحده، لا جات له اثنين وقدر يقوم منها وما شاء الله مكسر الدنيا دلوقتي. تمام. طيب دكروري بيقول لي دلوقتي يعني جاب الهدف بتاعك، ده الهدف بتاعي اللي انا كنت بقول له عليه في الاتحاد السكندري جاهز بيه، ده كان في الاتحاد السكندري في الدوري، يعني هي كانت قريبه منها قبل الكوره ما تطب على الارض، يعني جالي التفكير ان انا يبقى فيها عنصر المفاجاه اللي انت كنت بتتكلم عنه،
عنصر مفاجاه النهارده كان ابو تريكه بيعملها لي في نص الملعب وانا بجري قبل ما تنزل الارض قلت احطها بوش رجلي نفس الجون فعلا بالظبط. ما هو ده اهم حاجه في المهاجم او بيلعب تحت المهاجم عنصر مفاجاه وده الهدف بتاعك. بنشكر طبعا دكروري مخرجنا المميز يعني على 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 ربط وعماره كمان. لا انا يعني هدفك صراحه من الاهداف الحلوه اللي عجبتنا كمان وخدناه هدف الاسبوع. ان شاء الله بنتمنى لك ان شاء الله ترجع يعني اقوى من الاول يا ابو حميد ان شاء الله، وان شاء الله تكون موجود تاني في منتخب مصر وفريقك، وان شاء الله تكون موجود كمان يعني مع الفريق الاول بالنادي الاهلي ان شاء الله. ربنا يخليك كابتن، وان شاء الله اتمنى ان انا اقدم حاجه كويسه للنادي الاهلي في اقرب وقت اكون موجود. ان شاء الله انا هرجع اقوى من الاول وهرجع احسن من الاول والحمد لله ان شاء الله. اخيرا بس عايز بس اعرف تعليقك على زياره الكابتن محمود الخطيب لما جه قطاع الناشئين من النادي الاهلي، وما كانتش هي الزياره الوحيده، ده جه لكم كذا مره قطاع الناشئين. لا طبعا كابتن محمود الخطيب قيمه وقامه في الكوره في المجال بتاعنا عموما. مثل اعلى لينا كلنا. اول مره طبعا ان رئيس النادي الاهلي يجي بنفسه لقطاع الناشئين ويقعد معانا ويتكلم معانا. فطبعا لا كان حاجه كويسه جدا وكان شرف لينا طبعا ان احنا نقعد مع كابتن محمود الخطيب. يعني ابرز النصائح اللي قالها لكم يا هو اتكلم طبعا اول حاجه الاخلاق، الاخلاق سواء مع والدك والدتك، معاملتك مع ربنا خارج الملعب، علاقتك بربنا، ده كل ده بيأثر عليك في الملعب. واتكلم معاكم عن التغذيه وحياتك كلاعب كره، لازم تغذيه مهمه، لازم كلام المدرب، لازم اسمع كلام المدرب وتوجيهات المدرب، واحسن فتره انت بتعيشها وانت لاعب كره القدم بالظبط. يعني هو قال لنا المدرب ده طبعا لازم تسمع كلامه. هو عارف مصلحتك، هو شايف الصالح ليك، بيديك شغل انت المفروض تنفذه له عشان في الاخر بيبقى الفرقه كلها متفقه على هدف واحد، هدف الفوز طبعا في الاخر. فكان شرف كبير طبعا ان كابتن محمود يجي يقعد معانا. يعني تمام علاقتكم بقى بالكابتن فتحي مبروك، يعني كابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وكابتن فتحي مبروك يعني ما شاء الله السنه دي عامل شغل يعني مش مع 2001 كمان، ده مع كل يعني فرق القطاع بدايه من مدرسه الكوره والبراعم، ودي كمان الزياره الاخيره اللي كابتن محمود الخطيب بيعرضها لنا دلوقتي على الشاشه وهو بيسلم على اللاعبين كلها وبيتعرف على كل لاعب داخل القطاع. طبعا كابتن محمود الخطيب اسم كبير ونجم كبير ورمز كبير، لما نلاقي حجم بحجم كابتن محمود الخطيب انه يروح يحضر تدريبات الناشئين ويكون متواجد على الناشئين فدي حاجه كبيره. وعلى فكره وانا صغير وناشئ كان الكابتن صالح سليم رحمه الله عليه كان دايما بيكون متواجد معانا، دايما بيكرمنا كناشئين لما بناخد البطولات نهايه الموسم، وده اللي عمله كابتن محمود الخطيب في الموسم اللي فات وان شاء الله نعمله السنه دي لكل فرق القطاع. عايز بقى يعني علاقتكم بالكابتن فتحي مبروك. لا في البدايه الفرق الناشئين كلها السنه دي كله الحمد لله ماشي مركز اول. دلوقتي احنا في نهايه البطولات خلاص ان شاء الله نقدر نحسم البطولات الفتره اللي جايه. كابتن فتحي مبروك طبعا قريب مننا كلنا، اي حد محتاج اي حاجه بيروح له هو كابتن فتحي، بصراحه ما بيتاخرش على اي حد خالص، على طول معانا في كل الماتشات في كل التمارين، فمهتم جدا يعني. تمام. طيب حصل حوار خاص بينك وبين الكابتن محمود خطيب في الزياره الاخيره؟ لا هو بس تعرف على اسمي والمركز بتاعي والسن بتاعي. يعني قالوا لي بيقولوا لي دلوقتي ان الكابتن محمود خطيب وهو بيسلم عليكم يعني خدك كده على جنب وكلم. لا اتكلم معايا قال لي اسمه وسني ومركزي في الملعب وقال لي ان شاء الله تكون حاجه كويسه في مين اللعيبه اللي بيعجبك في الفريق الاول ونفسك او عينك تكون زيه او حتى فريق او لاعب عالمي؟ هو لاعب عالمي طبعا محمد صلاح. محمد صلاح مثل اعلى ليا انا شخصيا. على سقف طموحي بشكل غير طبيعي يعني. كان من المستحيل ان لاعب يلعب في اكبر انديه اوروبا في العالم. كان مستحيل ان لاعب يخش في احسن ثلاث لعيبه في العالم ينافس مع ميسي ورونالدو، فمثل اعلى ليا طبعا وان شاء الله امشي على خطاه واقدر احقق اكتر منه كمان ان شاء الله. خاصه محمد صلاح يعني طالع من قطاع الناشئين بالمقاولين العرب وكان زيكم وابتدى المشوار واحده واحده، فاكيد محمد صلاح على يعني طموحات يعني كل اللاعبين داخل قطاعات الناشئين. اكيد طبعا اكيد طبعا، يعني كان في حاجات كتيره جدا مستحيل، هو خلى كل حاجه ممكنه في الكوره. ما بقاش في مستحيل. لا لا لا، يعني ان هو ينافس مع ميسي ورونالدو دي في حد ذاتها كانت مستحيله ان لاعب مصري او عربي يخش في المنافسه معاهم، وكان مستحيل ان لاعب مصري او عربي يلعب في اكبر انديه العالم ويلعب نهائي تشامبيونز ليج، فان شاء الله احقق اكتر من اللي حققه يعني ان شاء الله. عندك التحدي والاصرار يعني انك دايما تطور نفسك مع محمد صلاح، اكيد لما ابتدى بدا من بازل او من مقاولين العرب
يعني بدأ يطور نفسه، دايما بيطور نفسه، كل فترة بنشوف محمد صلاح بيطور نفسه. هل عندك الطموح ان دايما كل مدرب بيجي لك او كل فترة انك تتفرج على نفسك وتطور من نفسك؟ اكيد طبعا اي شخص ناجح لازم بيطور من نفسه. النهارده هو وصل عند مرحلة، بكرة اكيد عنده الاحسن، بعده اكيد عنده الاحسن. فلا يعني ان شاء الله انا اقدر ان شاء الله ان انا اخد احسن لاعب في العالم يوم من الايام. طبعا حلمي ومفيش حاجه مستحيله يعني بعيد عن ربنا. ان شاء الله مفيش حاجه مستحيله، وان شاء الله يعني تحقق كل امنياتك وتكون موجود كمان في الفريق الاول بالنادي الاهلي، وتكون موجود كمان في منتخب مصر الاول، ونتمنى لك ان شاء الله الشفاء يعني العاجل، وتعمل العمليه وترجع اقوى من اول. شرفتنا ونورتنا ابو حميد. ان شاء الله ربنا يخليك كابتن اسامه، وانا سعيد ان انا كنت موجود على شاشه قناه الاهلي النهارده، وشرف كبير لي طبعا ان اكون موجود مع حضرتك، واتمنى ما تكونش اخر مره. لا ان شاء الله تكون متواجد معانا بصفه مستمره. بشكر ضيف اللي كان مشرفني ومنورني النهارده، كابتن احمد اشرف، لاعب فريق 2001، وزي ما قال كابتن ميمي الشربيني فعلا قناه النادي الاهلي ومشى ثانيه. اشوفكم الاسبوع اللي جاي مع الاشبال. قناة الأهلي قماشة تانية.